عليكم، ازيكم؟ النهارده هنتكلم مع بعض عن كلمه تو وكلمه ايذر او ايذر. ايه الفرق بينهم؟ كلمه تو وكلمه ايذر الاثنين ليهم نفس المعنى وهو ايضا. ايضا والاثنين بنستخدمهم في اخر الجمله. طيب ايه الفرق بينهم؟ الفرق ان كلمه تو بنستخدمها في الجمل المثبته او البوزيتيف سنتنسز زي ما احنا بنقول، وكلمه ايذر او ايذر بنستخدمها في الجمل المنفيه او النيجاتيف سنتنسز. تعال ناخد بعض الامثله. I like pizza. He likes pizza too. I don't like chicken. He doesn't like chicken either. Maria speaks English and her brother speaks English too. Maria doesn't speak French and her brother doesn't speak French either. تنسوش easy English with nouns.